مرحبا بكم يا أعزائي. ماذا كانت قصة المرة الماضية؟ قد نزل الملاك وقال إنه سيقدم لنا أناسا مختلفين. يا ترى من سيقدم لنا؟ هل نستمع إلى القصة بقلوب متطلعة؟ واو! أين هذا المكان؟ إنه رجل إطفاء، سلمي عليه. تكلم رجل الإطفاء والطفلة معا. ما وظيفتك؟ لقد اندلع حريق في بيتي عند صغري، ودخل رجال الإطفاء وسط الحريق وأنقذوا أسرتي. فمنذ هذه اللحظة صار عندي حلم، وهو إنقاذ حياة الناس، ولذلك الآن قد أصبحت رجل إطفاء هكذا. واو! عملك هو إنقاذ الناس، أنت رائع جدا. نعم، هيا نرسم رجل الإطفاء والبنت. Thank you.
ونرسم سيارة الإطفاء أيضا. بالنسبة للألوان، اختاروا كما تريدون. أيها المدرسون، أرشدوا الأطفال ليلونوا باللون الذي يريدونه بحرية. Thank you.
الآن ألون ملابس البنت بشكل مختلف. أن يكون نفس الشكل يا أصدقائي، قد اكتمل كل شيء. نعم، كيف كانت القصة؟ واو، إنه حلم رائع وممتاز أن يكون رجل إطفاء ينقذ الناس الذين في خطر. نعم،
بماذا ستشعرون إذا أصبحتم رجال إطفاء وقمتم بإطفاء الحرائق وإنقاذ الناس؟ أرسموا بشكل رائع وأنتم تتخيلون. إذن نتقابل في المحاضرة القادمة. إلى اللقاء.